السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم كريم. بالجزيري ابراهيم. كنشوفوا بعض البرامج في قنواتنا التلفزيونيه في التلفازه كيديروا بعض البرامج بحال اخطار المجرمين، مسرح الجريمه. كي كتشوفوا هذه البرامج هذه؟ واخويا هذا البرنامج اللي كيديرونا في التلفازه هذيك ما خدامش هناك شي. دابا من نهار اللي كيديروا لكم برنامج ديال اخطار المجرم ولا ديال القتيل ولا شي، ولات المحمديه مطليه بداك الشيء. كيشوف كيقول شي من التلفازه وكيبدا كيعاود كيقول يتفرج كيبان لك شي التلفازه كيقول لك شي نفلو. هذه هي السلبيات ديال هذا الشيء. هذه هي السلبيات. عندك اطفال كيتاثروا بهذا الشيء؟ كاينين كل شيء. كيشوفوا بحال هذا المثال ديال ولادنا ماشي من اللي كيوريو هذا الشيء بحال هذا اليوم غادي كل شيء كيطلق كل شيء كيطلق كيدير عليها صغير وكبير كيدير عليها. كاين اللي كيبغي يضحك يقول لها قال ندير بحال هذاك المجرم في التلفازه، كاين اللي كيبغي يهز شي حاجه يقول لك. انت من المتتبعين ديال هذه البرامج؟ انا كنشوفوا. وعندك هذه الانتقادات هذه ديال كاينه كنشوفوا، ولكن شي ما صالحش هذا كنطلبوا منهم باش يحيدوا باش يديروا شي حاجه، شي قصه تكون زوينه، شي اللي كيستافد بها الطفل الصغير يشوف الناس. هو اما هادشي راه ما خدامش هادشي. السلام عليكم. سلام. كاين شي برامج كيديرهم في التلفزيون عندنا، اختار المجرمين ومسرح الجريمه، كي كتشوفي هاد البرامج هادو؟ كنشوفوا بانهم خطر علينا حنا، بالنسبه لينا حنا الاطفال كيشكلوا فينا واحد الرعب كبير، كيوليو خايفين دايرين غادي من الطاقه خايفين. كنتخيلوا داكشي. هاد البرنامج كتشوفيه بعد المرات الوالدين ديالك كيخليوك تشوفيه؟ يعني كمنعوا عليا، ولكن انا كنبغي نشوف. كتبغي تشوفيه؟ علاش كتبغي تشوفيه؟ حيت كيجيني بحال شي سير زوينه. سير زوينه، ولكن رغم ذلك كتحفظي عليه، ما كتبغيش يدار ولا يدار؟ لا ما كنبغيش يدار. ما كتبغيش يدار؟ يعني هما كيديروا ديك ناقصنا شعرهم، ولكن بلا ما كيحتارمهاش. ما كيحتارمهاش. شنو هي الرسالة اللي توجهي للناس اللي كيسهروا على اعداد هذه البرامج هذه؟ هو بالفعل هما غير كيعلموا الشفار شنو يديروا، يعني كن من الأحسن ما يديروش. شكرا. السلام عليكم. السن ديالك شحال؟ 18 سنة. كاين شي برامج في التلفزيون بحال اخطار المجرمين ومسرح الجريمه في التلفزيون، كي كتشوفي هاد البرامج؟ ما نكذبش عليك الصراحه، دوك البرامج خايبين بزاف للوليدات الصغار، لان حنايا اللي الله طالعين كبار، واحد انه ما كيعرفش كيفاش يذبح حتى دجاجه، كيوريو هما كيفاش خصو يديروا. واكثر حاجه اللي خطوره انهم كيبينوا يعني الخطوات ديال داك الشيء كيفاش كيدار، مثلا بنادم كيفاش كيتقتل كذا، والجرائم هادو كثروا بزاف خصوصا هنايا في المغرب. كتشوفي انه ملي ولاو هاد النوعيه من البرامج الجريمه ولات كثيره؟ الجرائم يعني كثروا بزاف، يعني كل نهار كتسمع واحد قتل خو، واحد قتل خشو، يعني هاد الشيء راه مؤسف بزاف. الرساله ديالك اللي توجهها للجهات المعنيه بهاد البرامج هذه في التلفزيون؟ يعني يحاولوا انهم كاع يحيدوا داك البرنامج، لانه راه ما نكذبش عليكم يعني هما بالنسبه لهم راه برنامج زوين، ولكن لا هو كيوري بنادم كيفاش كيتوجه لدوك الطرق يعني الانتقام وبزاف د الحوايج. شكرا. وعليكم السلام. السن ديالك شحال؟ 10 سنين. كتشوف واحد البرنامج ديال اخطار المجرمين ومسرح الجريمه؟ نعم. كي كتشوف هاد البرامج هادو؟ خايبين. علاش خايبين؟ كيخلعوا الناس والاطفال الصغار. كيخلعوهم. انت من المتتبعين ديالهم كتشوفهم ديما؟ لا. ما كتشوفهمش؟ ما كتبغيش تشوفهم؟ الاب ديالك ما كيخليكش تشوفهم بحال هكا؟ لكن انا كنت نحيد لهم هذاك الشيء. انت كتحيد لهم هذا الشيء؟ وكيضربني واخا كيضربني كنحيد ليه هذاك الشيء. شكون هو اللي كيضربك؟ الاخ ديالك الصغير ولا اللي كبر منك؟ بابا. يعني الوالد ديالك هو اللي كيبغي يشوفهم اكثر منك انت؟ انت مشاهد في الدراسه ديالك؟ شنو هو الرساله اللي توجهها للناس اللي كيعدوا هاد البرامج في التلفزيون؟ نقول لهم ما تبقاوش تفرجوا في هذاك الشيء حيت اخيهم حاجه هو هذاك الشيء. حيدوه. كي زعم الناس كيفاش كيقتلوا وكيفاش كيديروا وكيفاش كيهيئوا الجريمه. ايوه. شكرا. بالنسبه لهذاك البرنامج بالنسبه لي انا خطير على المجتمع، لانه كيبين شي جرائم اللي كيكونوا كيضروا المجتمع، وبها كيوريو ان الناس اخرين كيفاش كيطرا جريمه. اذا انا بنظري ان هذاك البرنامج
غير صالح للمجتمع ديالنا. هو اللي كيهيئ انه كيطور الافكار ديال الاشخاص منو كيكونوا جرائم اخرى كترتكب جرائم اخرى في المجتمع ديالنا. وانا ضد هذا البرنامج. بالنسبه لي الرساله اللي توجه للجهات المعنيه في التلفزيون انهم يعطيونا برامج اللي تكون تفيد الشباب والاطفال خصوصا لان الناس كيلتجؤوا بزاف الاذاعات وكيطبقوا لان الجيل كيطبق من التلفازه. خويا بداتهم هما راه خطر. هما راه خطر. هما راه خطر. من حيت الدراري الصغار ما خاصهمش يتفرجوا فيها، من حيت هذوك المحكومين حتى هما في السجون حتى هما راه ما خاصكش تطبع. خاصهمش يطبقوا عليهم مسرح الجريمة باش يشوفوه. وتيطبقوا حتى الناس اللي عندنا دابا. ولدوا روح الجريمة في الطفل. وحتى الناس حدانا دابا راه بزاف المشاكل والجرائم تتوقع حدانا. يعني تطبق نفس الجرائم اللي تتفرج فيها في التلفازة تشوفوها في الشارع. تطبقوا على الموم شي خطر. يعني كتحتجوا على هاد البرامج هذه ما وضدها. ترفضوا هاد البرنامج كليا. هاد البرنامج خاصو يتحيد. إذا الرسالة اللي كتوجه للجهة المعنية على إعداد هاد البرامج خاص تقولي لهم خاصهم هاد البرنامج يحيدوا بصفة نهائية، يعوضوا بشي برنامج أهم تقاتل الطفل اللينا حنا بزاف يفيدنا ماشي الجرائم. راه خرج الشارع راه كلنا طبق هادشي كاع اللي شفنا في التلفازة تطبق يوميا عندنا في الشارع. هادشي خطر نفس ذاته راه هو خطر هذاك البرنامج اخويا ديال اخطاء المجرمين هما كيبينوا بحال كيجيو يزعموا بنادم والداري اللي في الداري صغار مراهقين واللي كيستعملوا بزاف المخدرات كيقدروا هما الناس الاخطر مجرمين يقدروا يديروا الهماش في الناس. كيتفرج التلفازه معايا خويا صغير اخطر مجرم تاو كيخرج الزنقه بغا يدير بحال اخطر مجرم ديالك كيشوف البرنامج ديما كيشوفوا صافي تاو بغا يولي شي مجرم ما كتحاولش تمنعوا بحال هكا عايش ما ندوي معاه عايش ما نضربوا كيقول لك لا سيدي ما كيحاولش يدير شي مسائل كيبغي قال هذا البرنامج بحال هكا كاين يدير اكثر منه كاين الجنويه حتى هو خرج الزنقه والدعاير واش ارقى بالفنيد دير فنيد ودير ارقوا به وخرجنا الزنقه عينا من دار ود الناس هذو خويا ما شاء الله. يعني كتحمل المسؤوليه ديال هذا الشيء اللي وقع الاخ ديالك مثلا المعدين ديال هذه البرامج هذه واش غندير نقدر نقتل لهم واش غندير لهم هادو كيبينوا لنا قتل المجرمين زعما كيوريو الدراري الصغار كيفاش يديروا كيقولوا لهم ها ديروا بحال الافلام ماشي بحال الافلام دابا كيوريوك فيلم مزيان ديرك اخطر المجرمين كيوري الدري الصغير اش يدير باش يكبر. يعني انت ضد هاد البرامج؟ ضد البرامج. يعني هاد الناس زعما اللي كاينين شي كيوريو دابا العباد الله شنو كيوريو كيوريوهم اشنو يديروا هاد الجيل اللي طالع دابا ماشي كيوريونا شي برنامج اللي خصنا نستافدوا منه لولادنا مني ولاو هاد البرامج عاد باش تزاد الاجرام ماشي مني ولاو هاد البرامج ولا تزاد الاجرام شويه. اشنو اللي خلى الاجرام بالضبط يزاد؟ هو البرامج دابا اللي كيوريو لهاد الناس حيت الناس اللي مسطرين هاد البرامج على اساس ان التوعيه ويوريو كيفاش هذيك الجريمه وقعات وكيفاش. ولكن اذا كان غادي يوريو الشعب هذاك الشيء ما يمكنش لهم باش غادي يخرج لك الدري صالح من الديبار انه ما حدو كيشوف الاجرام في التلفزيون حتى هو كيتعين باش يمشي. ما كيعجبكش هذاك البرنامج؟ علاش ما كيعجبكش؟ خايف تبغيهم يبقاو يديروه ولا ما يديروش؟ ما يديروش. عندك اطفال كيتاثروا بهذا الشيء؟ كاينين كاينين كلشي كيشوفوا بحال هاد المسائل ديال ولادنا ماشي ملي كيوريو هادشي بحال هذا اليوم الغد كلشي كيطلق كيدير عليها الصغير والكبير كيدير عليها كاين اللي كيبغي يضحك يقول لها ندير بحالك الموج ديال بلوك بلازا كاين اللي كيبغي يهز شي حاجه يقول لك انت من المتتبعين ديال هاد البرامج انا كنشوفوا وعندك هاد الانتقادات هذه ديال البرامج كاينه كنشوفوا ولكن شي ما صالحش هذا كنطلبوا منهم باش يحيدوا باش يديروا شي حاجه شي قصه تكون زوينه شي اللي كيستافد بها الطفل الصغير يشوف الناس هو اما هادشي راه ما خدامش هادشي ماشي ولا اقتل المحمدي ولا في قتل على الجد كتسمع واحد قتل واحد واحد قتل واحد بزاف ولا بغيتي تقول ولا هما نيت اخطر البرامج على الشباب ديالنا على الشباب ديالنا هادشي ما خداش وخدمنا كاع نهائيا شكرا. انتقلوا السؤال للاخ الاسم كريم القادر كي كتشوف هاد البرامج اللي كيديروا في التلفزيون اخطر المجرمين هذا ماشي برنامج ماشي برنامج لان هما كيقولوا الهدف منهم هما الاخبار المواطنين بهذه المسائل والاجرام وهادشي راه ولاد دبل محمد
هذه يوميا نهار على خوت تسمع اجرام خيالي محمد خياب سعدنا خياب ما دارك شحال من جريمه وقعت فحال هكا في المحمديه خلال هذه المحمديه من رمضان من رمضان لهنا كاينه 32 روح نهار الخميس وقعت جريمه خيبه 32 روح يعني الرساله ديالك لهاد الناس اللي مكلفين بهاد البرامج هادي انا تنتوجه لهاد القناه دوزام وميديا تي في بغيت انا تحيد هاد البرنامج هذا البرنامج ولا اخطر واش كل جمعه وكل ثلاثه يشوف السيد والاطفال الصغار هو كي غيتربى ما انت ربيتي كاع دوي معاه ولكن هو تيشوف داكشي عندك عندك الاولاد كيتابعوا البرامج هذه باستمرار عندي اولاد عندنا ثلاثه كلهم كتحاول انك تمنعهم ما يشوفوش هذه البرامج ولكن رغم ذلك ربما كيتسلوا لك هكا السلام عليكم يلا اخوان عرفنا واحد الجريمه هنايا دابا واخا نهضروا في هذو ونشوفوا دابا يلا واخا بلا تنسى انا نسولك عليه السلام عليكم انت من الساكنه ديال المحمديه نعم كاين شي برامج كيديرهم في القنوات ديال التلفزيون ديالنا بحال اخطار المجرمين ومسرح الجريمه كي كتشوف هذه البرامج هادو خايبين ما صالحينش حنا ما صالحين من حيتاش حيت دابا اللي شافوك التلفزيون بحالهم ثاني اللي شافهم كيدير بحالهم يعني الرساله اللي كتوجه للناس اللي مسؤولين على التلفزيون بالنسبه لهذه البرامج شنو تقول لهم قبل ما حيدوا هذا البرامج حيدوا البرامج شكرا ما خدامش ما لاقش لينا الاولاد